فيك؟ ما عاد تشوف؟ ما يلا يلا حطي له اللعبه في يده. يلا هذا حاجه في الويكند. نايس نايس. يلا خير ان شاء الله. لازم كل ويكند كذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يا رب أوقاتكم بكل خير يا زين المدارس جينا. طيب خلاص، طيب شكرا يا بابا. اليوم ما أدري وش الفطور اليوم، يا رب مو بيض. اليوم فطور علي أنا. طيب هذه بدايتها، شفتوا أيه نعصب خلاص. طيب وش أسوي لكم اليوم؟ اعرف اسوي فول امانه، يعني اعرف اسوي فول، انا احسن واحد في الفول. افتح العلبه احطها. اوكي، قبل لا نبدا الفطور الاسطوري، في مبادره حلوه من عزوز اعطاني فكره جميله وتنصح للجميع. الفكره هذه عزوز جاب لي حصاله فيها تايمر، مو تايمر، فيها يعني عداد. شفت الهلل اللي يكون عندكم يعده؟ اي، فكل هلله تحطها ولا كل ربع ريال نص ريال ويحسبها. فهذه حطيناها لوجه الله تعالى، يعني صدقة. فحلو انه تجي من البيت تحط ريال، تحط الهلل اللي موجود معاك، فنهاية الشهر شهر شهرين لما اول تتعبى تروح تعطيها لأسرة فقيرة او لشخص محتاج، يكون فيها اجر كبير ولا لا؟ فشكرا يا عزوز، وهذه عني وعن كل المتابعين، عسى الله يتقبل. ايوه وش عندنا؟ عندنا ما سويتي شيء؟ لا جهزت لك، قطعت البصل. هذا الفول انا اعرف احطه كذا وطق امورنا طيبه. لا 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 تسوين شاي، انا شاب حطب برا. أوكي. بشب البلكونه كلها الحين. خوخه تقول ان عندها كلمه في الصباح الجميل. وش؟ ما ادري. اعلمك اليوم السنه شلون تطبخ فول حلو. انا اعرف اجيب الفول، انتم تطبخون الفول. لا الحين انت بتجيبه، انت بتطبخه. زي هذه، شوف انا اقول لكم للحلوين اللي زي وزني، الحمد لله بدات انحف. شوف بطاطس على الصباح، لكن هذا اللي يسمونه وش، دراي؟ دراي فراي؟ اير فراي. اير فراي يعني اللي هو تحط ملعقه زيت وخلاص يطبخ من حاله. ما ادري وش قاعد اقول انا. هذا صحي اكثر يعني، انا بالحين اشتهي بروست ما احصل هنا، ولا اشتهي بطاطس مقلي، فاللي هو الاير فراي اللي هو القلاية الهوائية. ايوه المقلاة الهوائية. نعم اعلان. يطلع يومين. لا حول ولا قوة. شوف مسكين بدايته، جودي تعبان له يومين بس قال، عشان كذا حذف الكاميرا زعلان. اي قبل لا نبدا الفطور، ترى ريما مادتها هي المسرح، يعني المسرحيات جايه بالطريق، لكن ذاك اليوم يوم حذف الكاميرا ترى من جد قفلت يعني معي. وجوال ما جوال خلاص ما عاد ينفع، لانه انا كنت في وضع تصوير يوم حذفها انكسرت، فقلت خلاص الذاكره راحت معها. فيوم جيت البيت لقيت الدنيا شغاله وسواق وكذا. والله فنان ما يحتاجه سنع من غير. اي أنا اللي كنت أغسل الصحون في المخيمات. الله أنا دخل. الله. لا لحظة، ليش ما كان يغسل عنك؟ لأنه كنت حريف أنا. أوه. ألعب هجوم. ليش تسوي لها كذا؟ ترى معيض نحاش، فنجيبه بصوت التونة. سويدة، سويدة والله العظيم إنها مؤدبة، أحسن أميرة في العالم هذه سويدة. تحبني أكثر. يا أختي. ويو. بسم الله. هي البصل الاخضر، ايوه طاح في الفرن عادي جدا. كلام كبير يا صديقي، كلام. ايوه شوف، خليتيني اترك الفطور، راحت جابت معيض. والله ما ابغى اسوي له طنق طنق طنق. يلا الله يستر لا ينحرق الفول. فلفل اسود، كمون، كلها نص ملعقة يعني، وهذه كزبرة، كزبرة ناشفة طبعا. واحرق الطبخة احرق. ايوه هذه لعبتك، بس كذا رشة زيت.
كذا تشوحت او تحمرت بشكل جيد، ملعقه صلصه، بعدين نحط طماطم وثوم. ايوه 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 الحين بوريكم اهم جزء. الله الله تمييزنا الجميل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ايوه ايش معنى الصوت يعني؟ مؤثرات صوتية. الحين نحط الفول في العصارة. وبما اني مشتهي شاي حطب، شاي حليب يعني، سويت لي حطب في البلكونة عساها ما تشب. فتخيل انا انسان بدائي ما عندي مانجا، فشكوى لله. ايوه ده نجيب العيد. ايوه للاسف خليت الفول عصير من كثر ما عصرته. معلش تعلم المره الجايه احطها بس شوي. طيب ناكله؟ اي ناكله. جلي جلي، مو هو فول. سموذي فول، والله سموذي فول صدقتي. شوف هذه خبزتنا الثانيه، وهذا هو فولنا جاهز، وهنا حمص صارت قدسية. صح؟ جبنا تبولة يعني من باب ال عشان تسوي يعني أنا اللي سويتها جاي من برا. وخلصنا الحين. الله 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 ما شاء الله، الحين محتفظ بحرارته بصراحة يستاهل. يلا لأن اليوم سبت فيقرؤون سورة الماعون تسميعها. يلا نشوفكم اليوم. حتى ايش فيها بيبر تسمع؟ سبحان الله الحيوانات، ترى لاحظنا كل ما قرأنا قرآن يستكنون سبحان الله العظيم. وخلصنا نحط شوية كمون. حلو. سويت لا معليش خلاص. هلا ابوي. يا سلام يا سلام. اي لكان عشان الحمص تغيرت اللهجه. بسم الله الرحمن، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا زين اجواء الشتاء. ايوه ايوه ترى جبنا البطاطس بس عشان نجرب الماكينه. لما بطاطس الصباح ما يمكن. بسم الله سمى بالرحمن. خاخت سالم اخذت بطاطس وحطتها مع الفول. ليش احساد يعني؟ اي صح البنكرياس قاعد يصيح. يا ماما ام قلت ايدك يصيح بالزاويه البنكرياس. طيب الحين ما قلتوا لي ايش رايكم بالفول؟ جنن جميل مره حلو. وش ناقصه؟ سموذي فول سموذي اسوي كل يوم. كل يوم اسويه كل يوم ان شاء الله. يوم في السنه ابشروا ابشروا ابشر ولا يهمك ابشري طلباتك اوامر. يوم في السنه اوكي. سبحان الله العظيم الان امطرت. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. اليوم جوي عليل. والحمد لله الذي أطعمني وسقاني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. خليني أداهم العيال، خليني أداهم ذا الآدمي. عزوز فورتنايت الجرعة الأسبوعية. ترى عزوز ما يلعب يمكن إلا مرتين بالأسبوع، عشان كذا ما أخذ من الأوائل. وبسم الله نشوفه. شلنا علامة الستوب. ايه ادخل كلمة السر. خلاص معيض فوق الشجرة. صح معيض. اي كفو. اي ما رتبت اغراضك يا جوجو. الله تلعبون في هذه؟ ايش رايكم نروح النادي؟ ها؟ ولا تلعبي مع خرابيطك؟ لا من هذا الحين تجيبيها جيبيها الحين. هذه ترى طلعت ما فيها باربي الا واحد. هذه هي حقتك الحين؟ ايه انا. وش اسمها؟ انسه. هذه سكارلت. انسه سكارلت. ايه يا بابا اشوف خروف واشوف طائر البوم وكلاب. وش في ذا العصفور فوق؟ العصفور لا لازم يكون فوق البيت. فوق البيت؟ ايه يصوصو يغرد طيب. طيب وش تسوي البوم هناك؟ طائر البوم تسبح؟ حلو. والكلب هناك يعني يحب يجلس، وهذا يحفر. ايوه ما شاء الله حيوانات، ما عاد صار بيت باربي ذا. ان شاء الله نشتري لك. اه في سياره هناك، ايش تسوي السياره؟ والله احنا مجودي بس صار المسبح حق سيارات.
حلوة سكارلت ها؟ نامت سكارلت؟ إيه. آه. بدري عصر قيلولة. أوه أيوة أيوة شوي شوي شوي. يا عيني صار سريرين عندها الحين صح؟ إيه. حلو. هذا الله يحبنا ينام. أسد نايم. يا ويل بابا هذا الزو حديقة حيوان. حلو يلا يلا الله يعطيك العافية. هذه جت معاها قصة الأميرة سكارلت صح؟ قرأتيها خلاص؟ ما شاء الله. وش كانت تسوي سكارلت؟ تطبخ؟ لا. ها. يعني اها خطيرة والله. يلا العصفور أكبر من البيت يا أبوي. صديق نروح النادي؟ والله ما أدري بس تسمعين المطر؟ هلو انحاس ما شاء الله شوفوا الامطار كيف مع انه مطر لكن مش ويكند وين نروح بسم الله. طيب انا 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 اوب اي كان مطر ما شاء الله ما بحط له زي الناس انت والقرنين ذي لا يا بابا المشكله جنجر طلعت يا بابا حطي الهودي هذه ايوه غطي القرن الثاني شكرا خروفة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جايتنا عاصفة فجلسة في البيت وويكند والنادي موجود فما لي عذر يعني اني ما اتدرب اوه زمان عن الهمر خلاص انتهت صناعته ايوه ايوه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله ايوه والله اربع خمسات مساكم الله بالخير حلو والله ما ادري وش اخذ لي سايكل اخفي لي ايوه 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 يا جوانا شاف في ايد واحد يا بابا ايش في ذا بتسوق سايكل انت اعتقد كذا خلاص شو شتي طلعت يعني الموضوع اوكي ها وشو مره ثانيه ايه واحده تمشي عكسيه والثاني جالد نفسه وش الله شوفوا هذه توني انتبه لها هذا المجمع يحط الصور للجيران اللي مثلا توه جاي مولود اللي توه متزوج اللي اشترى مثلا دباب اللي اشترى سياره احنا وش نحط نحط جنجر اي والله معيض نحط ازحف قطو في المجمع نحطه هنا جنجر يطير جنجر يطير بسم الله الرحمن الرحيم شوي شوي يبا ما شاء الله الدعاء في المطر مستجاب فيا رب ينجحكم في اختبارات وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب واهم شيء سبسكرايب باي